أدهشتني قلعة ألموت، كما لو أنها من الحكايات التي سمعتها في صباي. إذا لم تكن لديك ثقة بنفسك فمن سيثق بك؟ ها أنت ذا، هل أنت مستعد؟ أظنني كذلك. لا تفكر في الماضي، فلا تأثير له على الحاضر. ارتدي ملابسك وسنبدأ. هيا يا باسل. أمرك معلمتي. تبدو قويا اليوم باسم، واصل التدرب. استعد يا باسم، استعد. اقفز الآن. رأيت ما يكفي، سنحاول غدا. شعرت أني بخير. أستطيع أن أرى ذلك في جسدك، تفقد تركيزك بسهولة. تعد قفزة الثقة خطوة حاسمة في طريقك نحو البدء، وهي من أولى شعائر الأخوية وأقدسها. لتأديتها بنجاح لابد أولاً أن تثبت عقلك وجسدك وروحك، وأن تحتوي الخوف وتخمده وتعثر على السكينة وتتحرر. أمرك معلمتي. لنعود إلى المعسكر. هل أسألك شيئاً؟ يمكنك. في الأنبار عند القصر شهدت اجتماعاً بين الخليفة وخمسة رجال مقنعين أفراد التنظيم. كان الخليفة يحمي الغرض الذي اكتشفوه، لكنه كان يجهل نياتهم، حتى إنه لم يكن يعرفهم بالاسم. كيف لأقوى الرجال نفوذاً في بغداد أن يطأطئ رأسه هكذا لأشخاص مجهولي الهوية؟ هيمن التنظيم على رجال كهؤلاء وبلادهم لقرون، من خلال إقناعهم بحقيقتهم أنهم حكام العالم الطبيعيون. لم يكن الخليفة سوى دمية بين أيديهم، وكذلك سيكون من يخلفه. الخلافة برمتها تحت تأثيرهم. باسم، تحدث إلى فولاد وانظر إن كان يحتاج المساعدة. سنواصل التدريب لاحقاً. أمرك معلمتي. هل رأيت المرشد ريحان؟ يستعد لاستقبال مبعوث الطاهريين يا معلمتي. شكراً لك. طاب يومك يا تبت. مرحباً يا باسم. ما خطبك؟ الحق أنني محبط منذ وفاة الخليفة، والتنظيم يزداد بأساً في بغداد، وقد حوصرنا في هذا الجبل. المرشد ريحان يعلم ما يفعل بالتأكيد. علي التحلي بالثقة. هل رأيت فولاذ؟ لعله موجود في حجرته كالعادة، سأعود إلى العمل بأي حال. أراك لاحقاً. كيف حال نور الصقر الباسل؟ هل سيقع أم سيرتفع؟ ستطير يا صديقي إن شاء الله. شكرا لك. أتعرف أن سجايانا متماثلة؟ ما دليلك على هذا؟ غضب واحد من بني موسى عليك ولم يحرك ذلك فيك ساكنا، هل تذكر؟ لم ألمس مطرقته. رفضت الاعتذار إليه عن شيء لم تقترف؟ أحترم فيك هذا، أنت عنيد مثلي. وصفوني بما هو أسوأ. هل رأيت فولاذ في المعسكر؟ قد رأيته يتحدث إلى أحمد قرب حجرته. أراك لاحقاً. لنتحدث عن هذا لاحقاً. ذلك غريب.
آه، ما هذا الذي في الركن؟ هنا رسم صغير؟ إنه توقيعي، حتى تعلم أني رسمت هذا وليس الحسن أو أنكى من ذلك أبو جعفر. أنا أمزحك فحسب، وداعا. آه باسم، كيف حالك؟ أجل كيدو، الطعام آت. إنه ذكي، وأحسب أن الذكاء يتناغم مع الصبر. يذكرني هذا بشخص. هل تحدثت إلى المعلمة روشان؟ تحلى بالصبر وترفق في تقدمك. سأضع هذا نصب عيني، طلبت مني روشان أن أقابلك. آه نعم، تحتاج رفقة إلى أشرطة جلدية، هل تستطيع إحضارها من المستودع؟ سأفعل يا فولاذ. أراك لاحقاً. السلام عليكم، ما الذي تعمل عليه؟ إنها أشبه بنوع من الكلاليب. وكيف تعمل يا أبا جعفر؟ أحمد بالطبع. لعلي أفكر في هذا بطريقة معكوسة وأستطيع أن سوف أتركك تواصل عملك. أجل لا بأس. تحتاج رفقة إلى أشرطة جلدية من المخزن، سأعثر عليها وأعطيها إياها. السلام عليكم يا باسم. أشعر بالبرد أشد من أي وقت مضى. عندما عملت في الميناء بسامراء حملت أمتعة ثقيلة، كان سهلا مقارنة بالتدريب. أذهب إلى الفراش منهكا وجريحا، وتزيد الليالي الباردة الطين بلة. الألم يعتصر عظامي، تصعب مداواة جراحك حين تشعر بالبرد ينخر عظامك. أخبرني فولاذ إنك كنت تعلمون ركوب الخيل قبل أن يتعلموا المشي، أهذه قصة أخرى من قصصك؟ لا، هذه حقيقة. إنهم يأتون من السهول، وهي أرض تعيش فيها الخيول وسط الناس. كيف؟ يوجهون الخيول بحركة من ركبهم. هذا مدهش. هذا ليس المطلوب. يصعب العثور على شيء هنا. لا، هذا ليس شريطا جلديا. إن هذه القوات الموجودة بأرض الخلافة بدأت بالتضييق علينا. القوات؟ أنت تقصد التنظيم يا أبان؟ أنا لا يسعني الحديث إلا عما أعرفه يا صديقي. الخليفة يرغب في ردع المتمردين، وإذا أردت مد يد العون لهم فليس باستطاعتنا أن نضمن حمايتك من عاقبة أفعالك لدى الخلافة. يمدنا المتمردون بالأنباء في بغداد، نحن عميان بدونهم. مهما يكن من أمر، فالوالي محمد عازم على إظهار قدرته على التخلص من هذا التمرد سريعاً. لا شك في ذلك. أتيت لأحذرك، تتغير الأحوال بسرعة في بغداد، لعلك ستضطر إلى التصرف بأسرع مما توقعت. فهمتك يا أبان. هذا يعني أن الطاهريين الذين يحكمون هذه الأراضي هم الحائل الوحيد بين ألموت وهجوم واسع النطاق. سلام عاش، إلى متى سيستمر ذلك؟ لا داعي لذلك. كيف يسير البناء؟ استغرق هذا وقتا أطول مما توقعناه. هذا محبط بلا ريب. المرشد ريحان رجل حكيم، لكنه يتكلم عن الجبل وكأننا سنبني عليه. علينا الصبر والاسترشاد به.
قالت المعلمة روشان إنني يجب ألا أتعجل العودة إلى مدينة السلام. ما كنت لأتعجل أبداً، لقد أضحت بغداد مختلفة الآن، لقد اشتد الخطر فيها. أول ما سأفعله غداً الذهاب لرؤية القصر. رفقة؟ باسم، باسم، هل تجوب الآن أرجاء المخيم بلا غاية؟ لا، لدي هذا الشريط الجلدي من أجلك، هل يفي بالغرض؟ أصرت روشان على أنك تجاوزت التدرب بالسيوف الخشبية رغم اعتراضي على ذلك. إليك خنجرك؟ وسيفك، أفخر بأنني عملت عليهما. هذا النصل له طبع مميز. ولما قد أصنع شيئا غير فريد؟ أنا مدين لك، لم أكن أتوقع الحصول على أسلحة جديدة اليوم. رد لي الدين باستخدامه ضد التنظيم، دعهم يذوقون حدة طبعه. قالت روشان أنك تلقيت تدريبا إضافيا اليوم، أرح سيفك الجديد. أتوق إلى ذلك. السلام عليكم. لقد فهمت. كيف حال التدريب يا صديقي؟ علمني نور طريقة جديدة للإمساك بالسكين، وقد تحسنت دقة ضرباتي كثيرا. إذا ألقيت السكين بهذه الطريقة تطير في الهواء بسرعة ودقة. أذكرك كيف تستخدم السكين؟ يا إلهي، أحسنت صنعاً. شجعتني على الاجتهاد في التدريب أكثر. هذه هي الطريقة يا صديقي. أول ما سأفعله غداً الذهاب لرؤية القاسم. وافق أخيراً على السلام عليكم يا صديقي. وعليكم السلام، هل أرسلك فولاذ؟ لا، لم يرسلني. ألم تأتي لتساعدني في نقل الصخور؟ لست المقصود بالتأكيد. لا أقصد أن أكون فظاً، لكن لا وقت لدي للحديث، يجب أن أجد حلاً. سأدعك لمهمتك. السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام. كنت عند الجبال باكراً وقد هالني منظر قلعة ألموت حين رأيتها. دعانا المرشد ريحان إلى الاستلهام من الأعشاش التي بنتها الصقور على قمم ألموت. أستطيع إدراك التأثير. وداعا. في رعاية الله. Huh.
عمل جيد، نلتقي غدا. باسم، حان وقت التدرب على القتال. اندهشت حين أعطتني رفقة هذا. أليس من الخسة أن يقاتل المستتر بالسيف؟ نحن المستترون ينبغي أن نقاتل بأسلحة مختلفة، لا نعرف أي مبلغ سيبلغه القتال. أي شخص يمكنه حمل السيف، لكن كيف سيستخدمه؟ أنا هنا لأتعلم ذلك. أأنت حقا هنا؟ حسنا، نعم أعتقد ذلك. أنت هنا بجسدك، لكن هل أنت هنا روحا وذهنا؟ هذه أحجية؟ لا، بل هو الفارق بين الحياة والموت. احرص على استهدافي والدوران حولي، لا تدر ظهرك للخصم أبدا. جيد، هذا أفضل. أريني طعناتك السريعة أولا. جيد. أجل، أنا في انتظارك. أحيانا علينا الهجوم بقوة أكبر لإلحاق ضرر أشد. سيعرضك هذا للهجوم، لذا تخير الوقت المناسب. والآن هيا. نعم، هكذا هاجم بقوة. ممتاز. والآن إلى الدفاع، يمكنك تفادي هجمات خصمك. بعد التفادي بنجاح بضع مرات ستشل حركة الخصم. حاول تفادي هجماتي. أجل. هذا جيد. ممتاز. بعض الهجمات لا يسعك تفاديها، بل يجب مراوغتها. جهز نفسك. أحسنت صنعا. هذه هي الطريقة. أحسنت. والآن لنجرب القتال الحر. استغل ما علمتك إياه. أوف، فوجئت بذلك. أحسنت صنعا. إليك هذه. من أين أتت هذه؟ انتهى تدريبنا اليوم باسم. لماذا يجب أن نتوقف؟ لم أتعلم من الإخفاق شيئا. التعلم الحقيقي يقتضي الحركة والسكون بالقدر نفسه، وقد أديت الحركة. والآن التمس السكون. لا تستعجل التدريب، كن صبورا. الفشل جزء من تقدم سعيك. فكر فيما قلته لك وعد بحال أفضل. أمرك معلمتي، سأفعل. جيد، أراك لاحقا. سيعود أحمد إلى بيت الحكمة قريبا، أخشى أن ينتهي به الحال محاصرا في وكر أفاع. أعلم مدى قربك من أخيك، سنعرف مزيدا من الأنباء عما قريب، وبعدها يمكننا التصرف. السلام عليكم يا أبا جعفر. اسمي أحمد. أحمد، المعذرة. لا عليك، تعال واستدفئ بالنار. أخونا أحمد سيرحل عنا في الغد إلى بغداد، بيت الحكمة. بيت الحكمة؟ عملت أنا وأخي هناك أعواماً عديدة، ما زال لدي أمور أود العمل عليها. العلم لا ينتظر أحداً، وسأفي بواجبي كمستتر لأن أكون لكم عيناً وأذناً وسط العلماء.
يا فولاذ احكي لي باسم قصة الريش. إن عادة الريش لدينا تنحدر من مصر، إنها تمثل ريش ماعة. كانوا يغمسون ريش البلشون في دماء المستهدفين، ثم يترك الريش ليحكم في أمره إله الدوات. من الضروري أن نتحلى بالتواضع ونعرف منزلتنا في هذا العمل. ما نحن إلا رسل العدل، ولسنا من يقرر الحكم في النهاية. هل من مساعد في العسس الليلة؟ سأصحبك يا نور، لابد أن أحرك جسدي إذا أردت الدفء. أنا ممتن لذلك، فلنذهب. هل ستأتي يا باسم؟ أترك الحكايات لوقت آخر. لم يصلنا رسول من سامراء منذ مدة طويلة. أنت من هناك صحيح؟ أتيت من قرية صغيرة على أطرافها، لدى أبي ورشة للنعام، نشأت وأنا أراقبه يعمل بها. اكتسبت هناك إذن مهارتيك المدهشتين في الحدادة، الدقة والعناية. أيمكنني إئتمانك على السر؟ بكل تأكيد. سمعت المرشد ريحان يتحدث إلى المبعوث آنفا. سأله المرشد ريحان عن احتمال تعرضنا لهجوم إذا تعاوننا مع المتمردين في بغداد. هل نحن بأمان هنا في ألموت؟ لا أعلم ذلك، لكنني أشفق على من. كيف تسير الحراسة؟ لا شيء يحدث في ألموت، وأنا جائع. لم نصل إلى الأخدود الرئيسي. ممتاز، سنبدأ من هناك. شكرا لك. هيا يا نور اتبعني. ألا تتوق إلى استهلال عمله؟ بلى، أشعر أنني كنت أستعد لهذا طيلة حياتي. لم أنم في الليلة السابقة على تكليفي، وذلك من فرط الحماسة المشوبة بالخوف بكل سر. جميعنا نخشى المجهول، لكن بانتظارنا مجهول أعظم بعد أن نبدأ عملنا. تتحدث عن التنظيم؟ أراهم مثل الوحوش في الحكايات، يختبئون في الأركان والأزقة المظلمة. الفارق بينهما أن التنظيم حقيقي. ما الذي يريدونه؟ يريدون بسط سيطرتهم على بغداد، يريدون السلطة. هذه مهجة مدهشة، قريبا ستحظى بصقرك الخاص. عرفني فولاذ بصقر يسمى إنكيدو، قال إن بيني وبينه كثيرا من الخصال المشتركة، ولم يكن يقصد المدح. إنها ترى شيئا، اتبعني. بهدوء يا باسم. أعثر على مخبأ. ما هذا المكان؟ نحن قرب معسكرهم، سنتفوق عليهم حتما. استعدوا، كفوا عن إثارة الضجيج. انتظر بسرعة. أنا خلفك. علينا الهجوم بسرعة. أوافقك. علينا انتظار اللحظة المناسبة. استعد للجحيم. لا تستسلم، واصل القتال، تذكر تدريبك. سأقتلك. لقد رأيته. كان ذلك من دواعي ظهورنا. على يدي. وقف. لا أحد.
يشبه الأهداف الخشبية، صحيح؟ ليس الأمر كذلك. هذا السيف، ماذا به؟ مرتزقة بغداد يستخدمون هذه الأسلحة. يجب أن نحذر الآخرين. مرتزقة من بغداد. كيف تعرف ذلك؟ ميز باسم طريقة صنع السيف، أنا أصدقه. أحضره هنا. كيف عرفت أن هؤلاء الرجال من بغداد؟ لقد نشأت في شوارعها، رأيت سيوفهم تلك مرات عديدة وعن قرب. خلف كل جماعة من المرتزقة رجل يأتمرون بأمره. أجل، وعلينا التصرف إن أردنا معرفة من يكون. سنعود إلى بغداد ونلتمس مساعدة علي بن محمد. بالتأكيد صاحب الزنج، إنه خطير وأحمق ضال. ربما، لكنه أحد حلفائنا المعدودين في بغداد، نحتاج إليه وإلى رجاله. سوف أرجع إلى بغداد. اذهب إلى علي، اكتشف إذا كان التنظيم أرسلهم. سأفعل. وفقك الله. بالتوفيق. وداعا، أراك لاحقا. السلام عليكم يا باسم. علي أن ألتقي بالحسن، إنه ينتظرني. ليس أفضل خيار. السلام عليكم يا رفقة. وعليكم السلام يا باسم. يا له من يوم بطيء وممل. أعرفت أنني كلفت ببدء العمل؟ هل صرنا نكلف أي شخص الآن؟ ما الذي حملك على قول هذا الكلام؟ اهدأ يا باسم، أعلم أن هذا هو يومك المنتظر، وفقك الله. إنهم الحسن. أخطأت ثانية، أنا أبو جعفر. المعذرة،
ما الذي تقرأه؟ قصائد لشاعرة اسمها عريب المأمونية، كانت تبد كريما معي وأعارني إياها. أزكي لك قراءة أشعارها، أستأذنك أن أستأنف. بالتأكيد، سأتركك لمهمتك. أتعتقد أن يا باسم، اذهب إلى أخي الحسن، أنت تذكره، أليس كذلك؟ أعترف بأنه مدير كف. ما هو شعورك في هذا اليوم الميمون؟ يساورني شعور غريب أيها الحسن، نفسي أهدأ مما كنت أخالها. خلت أنها ستكون كالبحر الهائج، لكنني هادئ ومطمئن. ذلك لأنك نذرت نفسك للتدريب ولم تترك مجالا للمصادفة. خذ هذا يا باسم، إنك تستحقه، إنه تكريم عظيم، لا أظن أنك تدركه. المعلمة روشان تنتظرني مع الآخرين، وداعا وشكرا لك أيها الحسن. الشهر الماضي ليتني أستطيع النظر داخل الكهف لوهلة حتى أرى ما بداخله. هناك أمر واحد لا أفهمه بشأن تكليف اليوم، سيغادر باسم من الكهف وهو أخف منه حين دخله. لا تكوني خبيثة. خبيثة؟ إنما أحاول الحديث بصدق. طاب يومك يا تبد، فيما أنت منشغل يا ترى؟ هل سمعت عن إلتاني؟ إنها إحدى مؤسسين الأوائل، لقد قتلت الإسكندر الأكبر بسم مبتكر. حاولت إعادة صنعه مستعينا بالمدونات التاريخية. علمتني إلتاني أنه ما من عدو منيع على الأذى مهما تكن المناعة بادية عليه. شكرا لك على هذا الدرس. وفقك الله. يوم عظيم بالنسبة له. ستشرفني الدعوة لاستهلال العمل. سأعمل بجد لأكون جديرة بهذا الشرف. لا أتحسن البتة. الطريق إلى استهلال العمل شاق وطويل، يجب أن نعمل بجد. الصبر مجددا، هذا فن أصعب من المبارزة بالسيف. أرجوك اهدأ. السلام عليكم. وعليكم السلام باسم، لم أرك هناك، كيف سار الأمر؟ أتسمح لي؟ إذا راوغت الهدف قد يمنحك قوة أكبر للضرب. شكرا لك. كيف تشعر؟ مستعد للقفزة. أود أن تعلم أني شرفت بمراقبتك خلال مسارك كمبتدئ وكرجل. إنني ممتن لك على تمهيد السبيل أمامي. هذا شرف لي. هيا، رداؤك الجديد في انتظارك. إنه يناسبك تماما. هيا، لقد حان الوقت. كيف شعرت في ذلك اليوم الذي مر عليه زمن؟ شعرت بالخوف. تصببت كفاي عرقا وكانت ركبتاي ترتجفان. لا أستطيع أن أتخيلك خائفا. اسمح لي بأن أبوح لك بسر في هذا اليوم الجليل. التحلي بشجاعة يعني أن تتصرف في غمرة شعورك بالخوف الشديد.
باسم ابن إسحاق، هل أنت على استعداد لأن تهجر حياتك وتسير في درب الظلال؟ نعم. هل أنت على استعداد للبد كل ما ظننت يوماً أنك عليه وللتضحية بالغالي والنفيس؟ نعم. إياك أن تنسى العهود التي قطعتها على نفسك. أبعد نصلك عن الأبرياء، اختبئ على مرأى العيان، إياك وأن تكشف أمر الأخوية، ثم ستغادر الظلام نحو النور. ومن النور ستعود إلى الظلام. باسم ابن إسحاق، إنك الآن تتبع سبيل الصقر. مرحبا بك أيها المستتر، مت وبعثت من جديد، قاتلني الآن ندا لند. أحسنت، أطلقت عينان لغضبك ثانية. ما رأيك بهذا التركيز؟ بأي سلاح سأضرب ضربة المقبل؟ لقد أحسنت تدريبي يا رشا. الخنجر أم السيف؟ ساعدوني. نور، نور، لا تجهد نفسك، ادخر قوتك. لقد سافر دون استعداد، غادر بغداد على عجل. إليك هذا، اشرب. علي لقد اختفى، أخذوه خلال الليل. من؟ التنظيم. انقلوه إلى خيمتي. اختفاء علي يجعلنا كالعميان، صارت تحركات التنظيم في بغداد خفية عنا. يجب أن نذهب إلى بغداد. روشان، باسم، اذهبا مع فولاذ فلتغادرا.
باسم، لنواصل التحرك. أود أن ألقي نظرة في الأرجاء أولاً، أتسمحين لي؟ تناديني بغداد وما حولها. لا بأس، لكن لا تتأخر، ينتظرنا عمل كثير عند وصولنا إلى الحربية. ابحث عن ساحة مسقوفة بعريشة تقع قرب مسجد الشارع، كان نور يرصد الأنباء في ذلك المكان، سنذهب إلى هناك. والآن إلى أين سيأخذني قلبي؟